وانتشر هذا في الشرق الأوسط بصورة سريعة جدا. أي وباء وباء ولزق بالعالم. وباء نعم مو فن هذا، هذا وباء ولزق بالعالم. ابو شاهين حبيبي رائد، شكرا على المقابلة والاستضافة بقناة الام بي سي. دخل بالجواب وشاهين على طول. طبيت انا ترى جاوبت على الاسئلة اللي سألوك اياها، خاف اشوف اللايف بعدين صراحة. والله والله العظيم. ايه كل اسئلة جاوبها. تخيلت حالي بالام بي سي وقاعد يسألوني، يعني ايش طبيت بهيك جو؟ شفت استوديو وجلوبات ومخرجين. احلى شيء والله. حرامات عدا حسام طلع من كنت اصور حرامات. اي ولا حتى قل للولد علي. والله تحياتنا له لابو ادم، تحياتنا. تحياتنا للاستاذ حسام. الفنان الكبير المبدع حسام الرسام، وذاك الجيل كله يحب حسام الرسام، يعني ذاك الجيل اللي جيل التسعين كله يحب حسام الرسام، كله يتغنى باغاني حسام الرسام. لو رايت انساني الى ذكريات، الى ذكريات حسام الرسام. انا عنده اغنيه تذكرني بايام حبيبتي من كنت احب وحده وكنت اشتغل مولده. كنت طفي عليه الكهرباء؟ لا كنت اشتغل مولده. او كنت يوم يعطوني، يعني يعطوني الفلوس اليوميه مالتي، يعطوني اليوميه مالتي 5000 دينار رائد. ما شاء الله. كنت احب وحده، اي كنت احب وحده اشتري هذا السيم كارت على مود اخابرها الرصيد. فلوس المولده كلها على الرصيد، احبك تحبيني، احبك تحبيني، عندي سياره، عندي طياره. ذاك اليوم انا قاعد اخابرها على البايسكل انقلبت انضربت بالحائط مال المدرسه. هي الصيحه الو الو، قلت لها قالت لي ايش بيك؟ قلت لها انقلبت بالبايسكل. كان تقول لي طلع عندك بايسكل. ومن ذاك اليوم بعد ما سمع صوت خلاص حزنت. حزنت قمت اقعد بالمولده والله العظيم اسمع اغنيه حسام الرسام. لو رايت انسان انساني حب لك واحد ثاني، انا ارتاح وانت ارتاح ليش نضل نعاني في المولد القاني. رائد دير بالك من يا ابو منورين جميعا، دير بالك من اللايف اثناء القياده. مبروك عبار على السماعه الجديده، الف 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 مبروك. مبروك عسى تمام. مبروك على السماعه. الله يبارك بكم. شكرا شكرا لك. الله يحفظكم. تتربى بعزك ان شاء الله بعد معاناه و... اي الله يخليكم يابا. راح اغني الحسام الرسام. طيب انا من رخصتكم كاريوكي. اسد حوب يا رائد. رائد يقول لي ابو شاهين يحكي عليك، وهذا ارض صالحه من خلال هاي الكاريوكي. بس هاي انا عندي وبعد راح اسكت، انتوا تاخذون راحتكم واللايف لكم. لو واحد قبلي مثلا يريد يسوي شيء. لا 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 خذ راحتك. قني قني خذ راحتك. عمار معود شنو الحكي؟ بس ابو شاهين ترجى من عندك انه الناس اللي عندي كلهم منفصلين، فالريشي يعني مو حزين اذا سمحت، لان كل راح يقوم يبكي. اي والله ما بيوم حيل يابا. حبيب ابو اسد يا عمري. حسام ماكو كاريوكات إلي، ما مسوي له كاروكي. بلا بلا مجد مول كاروكي. كاروكي اكتب كاروك لحظة بالماركت. بالماركت ابو شاهين كاريوكي حسام الرسام. شوف شنو يطلع لك. بس وحدة طلعت لي وما اريد اغنيها. والله رايد وينه؟ رايد نزل هسه بالسيارة. اقول لك شو هالسيارة رائد بها جام من فوقها شنو هي؟ رائد عد شو اسمه؟ شو اسمه هذا؟ سوبر 85 الانتيكة. عشان سيارة رائد. نسيت شو اسمه هذا؟ بانوراما. طلعت هاي. نفسها لحبها طلعت. ياهو منهم. واضحة عمار؟ ايه واضحة. دي طلع ايه. ما بيها كتابة. تعال قلوب البنفسجية. اي هي هاي راح واضح عمار؟ واضح.
واضحة شباب؟ يلا. واضحة واضحة. لا يضل بالك علي يما، لا تفكرين بي، لا يضل بالك علي يما، لا تفكرين بي. المهم انت شلونكم، مشتاق اشوف عيونكم. المهم اخوت شلونهم، مشتاق اشوف عيونهم. الالم مخلوقي اللي شباب لا حد يبكي. اي واحد كسر التليفون. رايت صوتك ماكو. ماكو صوتك ناصي. اسمعوني هسه تمام. ابو شاهين حضر قصه على هيك نزار. تمام راح تجي. ها حضر قصه على هند نزار راح تجي. تمام مو انا راح اخلص شحن، بس خلي اخلص هاي الاغنيه مال الغربه. يلا كمل. بس خلي بالك على الغربه تبكي. حس حس دهيب. يلا حس 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 قوه شغل البكي. لحظه خلي اخر السماعه، قل له اخر السماعه ابو شاهين. والله كان الصوت زين يا ابو شاهين. والله صوت حلو. ايه لحظه خلي اعيد لك هسه. هلا هلا شباب. لا تبكون شباب. رايد راح ينحضر طبعا. انتبه السيارة. واقف ايه بس قربه مو مشكلة. قربه بالله شلونه ابوي ذاك ابو القلب الحنين هم بعد يمشي على طول لو حنا الظهر السنين. يما بالله شلونه ابوي ذاك ابو القلب الحنين هم بعد يمشي على طوله لو حنا الظهر السنين. صار لي هوايه ما شفته بشرين شلون صحته. صار لي هوايه ما شفت بشرين شلون صح. ادري ما يضعف ابد هذا ابو نفسي القويه قويه. الله الله يا الله 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 شباب. الله شباب لا حد يبكي. لا حد يبكي. بكيتنا بعد. في تعودت على الغربة يما والزمان عانت تقوى والسنين. لا تستهزئ. ليش تضحك؟ من هو يضحك؟
جات تبكي؟ لا 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 مش هنا الحكي انا. الزمان عانت تقوى والسنين ضيعتن تروح ليك يا يمه فدوه تعودت هالغربه خربطت الدنيا كالهرب غنى عم بطلت بس شفت يبكي كذا. لا كمل كمل ابو شاين يا اعرفها حق المعرفه حسيت رجع الفلتر بشرفك اعرفها حق المعرفه هند اعرفها حق تجيبها قدام ما شاء الله والله صوت ابو الويد صوتك صدى شباب رايت صوتك ماكو ترى ابو شاهين الصدى الصدى ارحب يا بركان ابو شاهين الصدى مو قلت لي راح اجي اسلم الو ابو شاهين يقول زميلتك ما هو بالمعهد مو والله ابو شاهين السلام عليكم مرحبا عليكم السلام اهلا وسهلا وعليكم السلام يا اهلا وسهلا الصوت بالسيارة بالسيارة صوت بعيد ترى صوتها ما واضح كبرانة ما شاء الله صايرة مريم أبو شاهين صوتك أبو شاهين السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام هوسي وطالعين البرنامج يقول أبو شاهين يقول شنتو ياهب معهد فنون والله يا قسم أنت شنت لا لا مو بالمعهد أعرفه قبل ما شنت أروح على المرحوم رحمة الله على روحة كانت صغيرة لا شنت لا أقول مو معهد أنا معهد بنات أبو شاهين الصوت الصوت صوتك ناصي هالمرة صوت أبو شاهين ناصي ايه صوت ابو شاهين عرفت متشن اللحن بالاغنيه مال تايبين كانت صغيره ونتجيه من تلعب اتذكرها لحد الان صاحي عماني في البدايه حبايبي شرفت بيكم الله يحفظك الله يخليك شلونك الله يسلمك يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بيكم انتو ايش يعني فاتحين لايف انا عبالي لايف واتساب واتساب لايف والله ايش يعني عبالي جروب يعني واتساب بس خبر لا لا فاتحين كان هسه راح يكمل لنا القصه مالك اوكي كذب يعني يلا شوفكم يوصل يلا حبك تحياتي لك عمره ابو شاين صوتك صار بعيد ولا ابو شو بجيب بث اليوم ايش سوى تحط السماعه رجع السماعه رجع السماعه يا ابو رجع انت صوتي مطرب الملحن الكبير مو صحيح رائد لا لا ابو مولا هند الممثلة ما طيبة شبيك مسلسل طيبة عبالي هند بتطالب القرق اللي غير تقول لي بتطالب القرق اللي انغام لا لا لحد من هي هاي النزار الممثلة والله ما يعني اسوياهم باللجنة صح شكلها متغير عليهم ايه باللجنة وانا لحد انا صار لساعة عمو اغنية التائبين غير السلم من السابع وانت من شي تتغني قلت لك راح تجي هند حضر لك القصه سماع العالم الصيح صوت ناصي والله ما افتهمنا لازم هند تمام هند ذكرتها هند والله شلون عد قصه عليها فلتت مني دي. والله العظيم قصه عليها والله عد قصه عليها بس عد الله خبرها بس راحت قول زين ما اعرفه عمار اخويا ابو عبد الله البطل يلا مناسبه يوني. السماعه سمعنا فشيل الشباب عمار طلبت من عندك طلب ما سويت لي اياه عيوني ماني مو قلت لك محافظه ما في لا اغنيه بابا يلا محافظه ابو شاين وحده غيرها قويه هاي اي وحده اريد حزينه عمار ترى نفسيتي صفر صايره والله العظيم أريد أغنية تركية تذكرني بحبيبتي القديمة التركية حبيبتي أرمام لا مو أرمام يا أخي الكل يطلب أي ماذا أرمام ترى والله بزعنا منه لا مو أرمام أريد وحدة قوية ترى أرمام قوية هاي مرة غنيتها مرة صعدنا بالله قنيت وحدة غنيت وحدة قوية أيو منهم أيو منهم غنيت وحدة قوية مرة صعدناني ياك بالله ما عرفت عرفت ما قمت جمع مهربان 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 لا غير وحدة عرفت يا أخي بلا مهربان لا مهربان غناها غير وحدة قوية أقوى أقول لك أبو الودها سيارتك رانيج
لا لا بي ام دبليو. اه رانج بس رانج عبالك زاجل. رانج ايه رانج اضرب دحك جاي التورد. شوف ابو شاهين جايب الوردات مو هسه الوقت متاخر لازم يطب ايده ورد خمان ربك يا معود على هالقاطع والوين متسابقين يا معود. ها رايد اللايف موجود اللايف موجود ب 70,000 هذا اي طلع نفسك من اللايف والله يا اخوان يوم النوم يعني الربع بالله والله العظيم مناسبه القاط طبعا اكيد لعش نقاط قال قال واجب يطونه ورد هاي ورده قالوا توديها لابو شاهين هاي أي. اسمع كله طبيعي اي خرب يومك حسس حسس بشرب حاط عدش بول قلاص مال مي على مود ما تذبل الورده وين قد غاليه اي العزيز يستاهل شباب دك ايش بيك العزيز يستاهل دمع العين ابو شاهين اللهم جد حكي للمزاح للمزاح ترى مو ودي تحب اللايف مالتنا تابعك لا لا مويد اختنا ان شاء الله على راسي وابوها معدل وطيب الله يحفظه عيونك ما عليك زود والله جد حكي للمزاح والله ما عليك زود عموري حبيب قلبي شو السفر تنمي حبيبي والله الحمد لله مثمره والله جيت وها عندي شو اسمه مسوين انا حكيت لك رايد مسوين ليلة القيصر في المسرح الوطني ببغداد إن شاء الله لازم تشارك أكون موجود بيها إيه والله فهذا الشيء حلو مثل ما سووا مثل شون ليالي محمد عبده وليالي طلال مداح فإحنا عندنا كاظم الساهر يعني هذا الشيء حلو صار بالعراق إنه يسوون ليلة القيصر فقط فرقة موسيقية تقريبا 100 عازف بقيادة أستاذ زاهر موسيقار مصطفى زاير راح تكون في مصطفى زاير نعم ايه راح أكون في المسرح الوطني في بغداد شيء عظيم في يوم تاريخ 3 تعرف ليلة طلال مداح كبار الفنانين العرب يغنون بيها صح يعني من عبد المجيد عبد الله من ماجد المهندس من أصالة يغنون ليلة طلال مداح اقول لك عمار اكيد حلو مشحوك تغني بحفله يعني ليله القيصر شيء حلو طبعا عمار فنان اي والله استاهل ابو ياسر تسلم والله عمار كاظم يجي لا بس راح يسوون هو ليله القيصر هذا شلون ليالي محمد عبده ليله القيصر مطربين يحيون اغانيه حسحس عمار يصير انا اغني يلا تعال انت بس تعال وشي ارد اغني لا راح اكون انا بس انا موجود اي لا كان راح اغني اغنيتين مو محمد عبدو اي بليله محمد عبدو تعال غني الاماكن لا يا معمر راح اجي الاربيل وياخذ نويا تعال هو تعال راح بس القاط الجوزي ايوب اطور ابو شاهين شو وقت تجي شو وقت تجي لبغداد واربيل والله ان شاء الله عن قريب ان شاء الله والله اني منتظره ويومين معلق لمغني ان شاء الله وكملت الامور يومين ان شاء الله وراح اجي بس يابا شو وقت تجي الجو حلو هسه ان شاء الله عن قريب اكو شغله جاي اسوي بيها بلكت الله تصير لا ما صارت ما راح اجي مقضيه لا لا الله لا نقولها مقضيه والله يكتب لك كل خطوه ان شاء الله ان شاء الله اكيد الله يحفظك ابو شاهين الغالي يابا سي والله جاوا نسمعكم هسه والله ما ادري عمار الاغنيه التركيه خلنا نسمع ايه يلا يلا شسولف لك شقل لك تقتل الحرقه الله شجره ومو بديه وتدري وقتك ريح تحمل غنج ريحه ورقه الله اكبر الله يرحمك سمير صبيح الكبير تحمل ورد يا طيحت ورده تحملني ذنب تشيط يقول له شو سولف لك شو قل لك تقتل الحرقة شجرة ومو بدية وتدري وقتك ريح تحملني ذنب تشيط طيحت ورقة الله كبير أبو علي الله يرحمه رحمة على روحه الله يرحمه يا رب عمار كاريوكا وحدة سريعة رحمة الوالديك الريد يعني أردبشي أردبشي يلا يلا هذا الساعة تسيني عمار رحمة الوالديك ما جيت تنزل دمك اصبر اصبر يا بنت ما تقلش عندك ورا السياره ما توخر ابو شاهين واو يا الله هذا قاعد ورا السياره شباب والله العظيم راح اسوي الكارثه بس الحساسات تدقن ورجع لي ورا
راد تذكرته ذاك اليوم؟ ايه 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 نفسه؟ اي والله هاي يومي كلها يا اخوي تذبح القواطي، انت عندك قواطي بمسي بالسيارة؟ يا جماعة تسمعوني؟ نسمعك نسمعك روح يلا يلا تحت جولة على مديوبة حلايف جاي يصير بيش اسمه. لا لا اذا تريد جولة تراني تراني حاقد على حس مجحفل العمار ذاك اليوم والبارحة غلبنا انا وناصر ابو شاهين واليوم غلبت ابو شاهين اربعة. لا برب لا بالجولة لا لا اي والله والله ابداع عمار كبير انت والله جن قرح يا كينج والله ما شاء الله اقراك لا سمعون صوتك وحق لا الله لا اجاملك ولا ابد يكرهون حتى اصواتهم لان انت عراقه فخر وجد غنى بلغتهم وبارع بيها والله تسلام. ما شاء الله علي بالدرك يا عمار نمبر 1 بكل شيء نمبر 1 رائد الريد رائد الريد من عدة قصيدة على الغربة شو انت صار يومك كل شيء ماكو يوني يقول كل شيء ماكو والله ماكو لا عالم جتبشي والله حقك انا وصلت البيت بس اطبق ابو شاهين ابو شاهين راح اهدي لك انا قصيدة يلا مو انا مشكلة شحن ما عندي يا الله يلا اسمع اسمع ابو شاهين اول مرة تسمع يلا
عمار اليوم راح تعجبك. يلا خلينا نسمع عيوني طالبك اليوم. شلون رايت؟ طالبك ارداخ الثاري. يلا هسه منين كم موجود انا. يلا اسمع ابو شاهين. يلا يلا يا اخي انت فهمتي ما ادري شلون بالعكس. يما مو قلتي احبكم ما اميل، يما مو قلتي احبكم ما اميل وقلبك غير ولدك ما هو. لعد شو متغيره مو امنا ذيك وثقل وجهك يا يما حتى على الهوى. ابتدينا ولازم تشوف العلاج اغلى من ولدك اصبح تيس الدواء. يما الاه توجع منك وكلفه وقفي للمرض خلوه قف بصفه. ورد اقول له ترضى على امك هيج يحكي وياها ابنها وهي ما تعرفه. ارد اقول له ترضاها على امك تصبح معلعلة توصيك يما ادعي لي اشفى وهي ما تشفى. ام من هي صغيره معلعلة ويا الضيم وعن اللي بقدها بكل شي مختلفه. اللي بقدها المدارس صارت لهم بيت وام البيت صار عندها مستشفى. وبالمدرسه المدرسه قالت قوم اقروا لي دار. ام الشاطره قامت قرت لهم الوصفه. سلامتكم سلامة امهاتكم ان شاء الله. الله عليك يا حسحس. الله عليك صح لسانك حسحس. الله يحفظكم. الله يشافي كل ام ان شاء الله. امين يا رب. الشاعر الكبير ابن الانبار اسامة احمد عيدان. ما شاء الله. الله يحفظك. الله عليك. الله 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 الله. رايد استغل الفرصه بسمعها. الله بالخير. استغل الفرصه الاخيره. موسيقى حزينه وطبنا على الغربه بقيت اليوم ابو شاهين خاف عالم اليوم استراليا كلها جت بك اليوم اللي يبتشينها ابو شاهين انا راسي كلها هسه اليوم ما يبتشين اوروبا اليوم يوم اكو هنا عندنا مناسبه بالخارج يوم او اليوم يصادف اول تاريخ دخول اول عراق يعني بعد اندلاع الحروب اللي صارت عندنا. تقول العالم انت مال استراليا كلها تبكي. اي استراليا سيدني هسه كلها باللايف سيدني جايبتون. الله يساعدكم بالغربه خطيه حتى نهار ما عندهم اللي كل الليل. حياتنا للشباب اللي هناك الطيبين وستيفين وربعنا كلهم والوحداني حياتنا المحنوس كل الموجودين. بس ابو شاهين شو وقت جاي ان شاء الله؟ والله ما اعرف يا عمار صارت عندي شغله يسموها بالالمان تسوشتن ظروف بس ستوشتن سوشتن سوشتن شنو هاي سوشتن؟ يمكن فصل يمه خلص كهرباء. لا سوشتن لا كل شيء ولا سوشتن كهرباء. يس لوك رايد شفت رايد عيني ظلينا ننتظرك رايد ظلينا ننتظرك الى ما خلص الشحن ابو شاهين. يا ابو شاهين هذا درب ما الشحن ترى من المستحيل يوميا هيجي ايش وقت يدبر شحن ما ادري. والله خلص يا حسن بالله. ايه عيب خلنا نقرا الجمعه بس ايش عاجب ما جايب باور. هو ماذا هاي ترى يوميه ابو قلبي هاي يوميه هيجي ابو الود منين تريد تاخذ الثار احلى شيء عمار البارحه جيت ثاني لعب دزيت له الود لا تشاط عبال ابو شاهين وياي ناصر ترى خسرهم اثنين عبال المكسيكي اقول لك ذاك اليوم المكسيكي مو هم جابك وجه وهم غلبناك. لا انا عبال ابو شاهين وياي قلنا نجلدكم ناخذ ثاني زين يلا جيبوا رابع مين نجيب رابع قوي ابو شاهين وطفل جيب راعم راعم شنو عمار شنو وضعك الفتره ايش جاي تاخذ والله العظيم البحر شغال جيب ناصر حبيبي جيب ناصر والله على واد ابو نهار موجود يا الربع ناصر موجود ماكو ناصر والله البارحه مثل قال لي قبلي قال تصيدني عمار يقول تريد تلزمني واحد خل اجيب صديقه هسه شو اسمه راح يجي ياك ولد صديقي من الكويت قوي ما تعرفه جديد على الساحه بس قوي
يلا جيب التمرين. يقول هسه راح اجيكم. يا راح يكون فريقك ان شاء الله. ها لا انا حس على عمار. احنا ضد عمار ما نقدر. لا ترى حس ترى وايد مشخصنها وياي انت والله. انا حبك. ترى انا حبك لا تسوي هيك شيء. ذاك اليوم تجحل عمار علينا. ناس على عفو رائد اقول لك تصدق شغله. شنو؟ والله من العبان وعمار يمكن يمكن بثنا التقانا يمكن خسرانين خمس جولات بس لو أربعة. هاي شبيك يا معود؟ غير من نلعب فريق والله خسرانين أربعة لو خمسة ما قليلات. صح بالضبط. أقول لك إضاءتي خايسة اليوم ما أدري من نلعب بها. وخسرناها نغدر أصلاً. وين 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 جيبوا الرابع؟ من هو الرابع؟ عند رفيقه. بس ناصر ايش عجب اليوم ما مختفي اليوم ما ادري والله شنو وضع ناصر. اكو واحد انا جالد بالسترة تعبت رائد. اكو واحد فاتح بث عنده واحد بالله لكن اذا طب يخسرنا اربعتنا صدق. قول 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 جيب جيب العباني هاني عليك. منو حس حس انا عبال ابو شاهين وياي بس ماكو ابو شاهين قوي. اكو موجود على المنصور. حس حس شوفاني ما بين يمك اصلا شوف. اي لازم نجيب رابع. هذا ايش تصير هيك حبيبي بما انه ماكو رابع قوي اذا اجى رابع نلعبان وحس حس حلو. شنو الموضوع؟ ابو شاهين يقولون حاضرين احنا والله التكليس هسه الدنيا نحرقها. يا رب حاضرين اخذ اخذ حصتك من عمار. يلا جيب جيبوا الرابع يلا انا راح اروح العب انت وعمار. لا 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 لا, لا خليك خليك لما تسوي اربع احلى يلا. اذا رحت انت شو تسوي تجحفل العمار يا مال دروب. والله اعرف نيتك الخايسه والله. الله رايد ايه طيب شلون جحفل لك ذاك اليوم حارق لك سبلور. انا ما ادري انا ما انتبه ترى عمار الجحفل مالتك سبلور. ترى ما انتبه منو جحفل منو ذاك اليوم جحفل لك حس حس ها من عندي. اي من شتته ابو شاهين وانا وناصر. حس حس شوف باله انت انا ترى ناسي والله العظيم. ما ينسى رايد كفو يا الربع. انا ما ادري مو ما انسى ما ادري طبيت على سبلور لقيت الدنيا محترقه جحفلت حس حس أبو هاي جولتنا يا الله. شو هذا؟ أنت وناصر ما أدري والله. أنا بتجحفل ضوجك والله راح أدير بالك. لا أنا ليش ما أريدك تنزل؟ بس تنزل. لا والله ما لا أنزل ما لا ما ما سد البيت أضال. أقول حس حس هذا الدعم السيارة ما بقى مو؟ ليش؟ موجودة بعده؟ ها هي هاي. عيونكم الحلوة كومنت. عيونكم الحلوة. السيارة موجودة بعد بالدعم؟ هاش ما ادري شايلينها والله ماكو. مو قلت لك ماكو. ليش ما اعرف تدري السياره. لا لا هاي موجوده 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 بس هي السياره بالجحفله مضبوطه ترى. انا على الصفر اجحفل. شلون اقول لك هو شلون واحد يجحفل من الدز مثلا الدز اسد حلو ايه الدزه لازم من يصير بقى ثانيتين الدز الاسد راح يصير ثانيه واحده لما الدز اذا تريد الدز ثلاث اسود اضغط عليه هيك ثلاث مرات مثلا. ها 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 هو يظل يجح ما يفوز. اي هذا سويته ذاك اليوم انت ويانا. حبايب قدامكم البدله والله اللي يريدها يلبس قياس 52 يتدلل على قياسي فيت والله تقبل. تسلم رحم الله والديك والله العظيم بس مال النهائي لا بس لايق عليك والله فدوى لعيونك سويت بدله للنهائي فتشي مخيف توكسيدو اسود. لا لا هاي مو تفصال بس ذيك تفصال. عمار تدري شنو سويت؟ بدله سوداء للنهائي. اي شنو سويت؟ سويت بدله سوداء توكسيدو بها نقشه ذهبيه خفيفه هنا شنو؟ الاحرف المسماريه مال بابل. ايوه حلوه. فتشي يعني حضاره العراق هذا ببغداد فصل تفصله ببغداد؟ اي هذا ابو شاهين طبعا. انا مرايت حضرت فتشي للحفله واحد ثلاثه. انت ذواق انت يا ولد بالملابس. لا ما شاء الله بس البابيون ترى البابيون حلو ها هذا النوع هيك. اي 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 صغار اي مو ديالها هسه مو كلش صغير مثل هاي واكو اطول يعني يجن.
بس أنا ما أحب تكون كلش طويلة يعني، أكو يجيبوها لي جاي هيك. لا هاي تصير رباط. هسه من عندكم رابع ما عندكم؟ يلا لا أنا دحين أنا خل أروح أخليكم تاخذون راحتكم. أوه لا حسيت شوية. شفت شلون؟ شفت شلون رايت؟ شفت شفت بس ما تجحفل العمار. والله ما جحفل قسم بالله. وإذا شفتني يقول لا تجحفلني. أبشر. يلا يلا تعال عمار. تعال عاد. بس ما تروح ما ترجع راح. حس حس قولوا حس حس مو يروح وما يرجع يا الربع. عمار والله من كل قلبه متحلف لك. رايد ما راح تقدر تخسرني. روح فوت فوت روح جولتنا يا الربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريح من الآن. دز لا تصريح ولك تعب نفسك. نعم آني راح يخسر. اسمعاني نعم اسمعاني مساعدكم الحلوية اسمعني. أنا عندي إحساس بالرزق. أنا عندي إحساس راح أجلدك جلد. عندي إحساس. إحساسي هيك يقول. بس إحساس مو أكثر. أما على هاي البدلة. أما على هاي البدلة ويطلع سكور تعبان لا سالفة هاي. قول عزل الساعة. يا الله. يلا. يلا يا رب. يا رب انتبهوا ها. دير بالكم شباب. ما وصيكم شباب. دير بالكم شباب ما وصيكم. يلا. ما وصيكم نفوز. يلا. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ربع تكبيس ما شاء الله. شو نشغله تكبيس خيال جماعة يحبون خيال جماعة خيال تشغل يا ربع ما نخسر الجولة هذا أريدة. لا 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 تتعب تتعب عموري. ممكن بس نشوفه من القوة ممكن جيش ابو شاهين لا فلا تهددون بي يا شباب يعني كم بس استخاوه اذا هو عنده خلود انا عندي حسحس تمام قويه خاوي يجي يحفلنا حسحس يلا يا الربع يلا يا الربع عدبل عدبل ها عدبل عدبل ليش ابو شاهين اب كبير والله يمي جيش ابو شاهين شنو متقسمين قسم يمك يمي شنو مقسمين لا لا مو قسم يمك ويمي يعني هاد يصير العدل العدل يلا يا الربع عيد وحده يا ربع احباب الروح شنو الهدف ما الدبل شنو ورود بعد ما جاء ايه